السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا طيب؟ النهارده جاي لكم بلعبة جديدة وتحدي جديد، وهو تحدي الأسهم الطائشة. وهو كل لعيب من اللعيبة معايا 6 أسهم ألوان مختلفة، وكل واحد فيهم هينشل على البالونة اللي هو لابس اللون بتاعها. يعني مصطفى لابس أصفر هيلعب على الأصفر، رودينا لابسة أحمر هتلعب على الأحمر، ومازن لابس أبيض هيلعب على الأبيض، واللي هيفرقع بالونة التاني هتتحسب لصاحب البالونة، وفي الآخر هنشوف مين البلالين اللي فرقعت خالص، وهيبقى هو اللي فايز معانا بالمسابقة النهاردة. يلا بينا نبتدي المسابقة. مين في كل هيلعب الأول؟ أنا من صغير كبير. خلاص نخلي مازن اللي يلعب الأول. ماشي. يلا يا مازن نبدأ. يلا كل يبعد وقف. يلا عند الخط. الخط ورا الخط ده. ورا الخط يا حبيبي. ورا الخط. ورا الخط. انت كده هتنشل على البالونة البيضة بتاعتك. يلا نبتدي. ولازم اختار بالونة نشل عليها ولا اي بالونه بيضه؟ ايه ثاني روح امسك الاسهم بتاعتك كلها في ايدك يا حبيبي. لا علشان خاطر امسك الاثنين. والثانية بره ثاني روح. والثالثة بره ثاني روح. أول واحدة فرقعت. فرقعت اتنين. فرقع اتنين مازن. ده هتبقى هنا وبتاعتي. يبقى انا خدت نقطة فرقع لي واحدة. والخمسة بره ناقص لك واحدة. ايوه. ادوا له سهم. خد. يلا. ديك السهم السادس. فرقع واحدة كمان مازن. برافو يا مازن. فرقعت اتنين. يلا يا رجالة. يلا يا واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا قطعيد خليكم معانا وركزوا ماشي. يلا ابتدي. يا بلال ضيف جامد. يا ضيف جامد. اه فرقعت فرقعت مازن. ايه ده بره لسه تلاته. فرقعت. يلا اخر واحد. يلا يا اشول. ايه 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 ايه. بص بقى حظي اخر واحد ولا جيني ايه حرة. رجلك ورا الخط يا حبيبي. اه يا رصاب. انا تلاتة وهي اتنين. يلا يا فرفور. يا عيني يا ولدي. يا رب ما تجيب. يلا احنا هنعيد تاني لو بللتنا ما خلصتش يا عم عطات. اه ايه يلا ناقصت واحدة. ناقصت واحدة. لا خلاص خلاص. اه ماشي نشوف مازن لموا الاسهم من الارض. انا معايا انا جبت 3 بلالين ورجعت جبت بالونتين. وانا ما جبتش ولا بالونتين. بس اصلا دلوقتي يا قطعيد هو كل واحد ليه محاولتين. دلوقتي هنشوف المحاوله الثانيه بتاعتهم وهنبتدي باستاذ مازن. خليكم معانا. يلا يا مازن بره. هيييي مازن جاب واحده كمان. شاطر. عادي لو قلت كده صح؟ اقف ورا الخط يا رصاص. لا عادي لو قلت اقف قدامها. بره. دلوقتي هنلعب على التاني والتالت. بره. ايه ده؟ 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 ايه ده
تعالي يا استر. بره ست بلالين لسه أربعة بس. مصطفى ست بلالين بتوعه زي ما هم. بره. طب انت كده واحدة. واحدة. انت كده يلا عشان تكسب ولينا. يلا عشان تتعادلوا وتنافسوا انتوا الاثنين. دلوقتي يا قطايط مصطفى ورودينا متعادلين في البلالين، هما الاثنين اللي هيتنافسوا ويشوف مين فيهم اللي هيخلص. بس هيبقى سهم وسهم. سهم واحد؟ اه. طب ما كده معروف مين اللي هيكسب، اللي يبدا الاول هو اللي هيكسب. خلاص. تبقى هنا مقصر. نخليهم سهمين. ماشي. في كل مرحلة. ماشي. ماشي. يلا. اعملوا القرعة وشوفوا مين فيكم الأول. يلا نلعب تبقى هنا مقصر من واحد ومن كام؟ من ثلاثة. من ثلاثة؟ يلا. تبقى هنا مقصر. مصطفى خد واحد. تبقى هنا مقصر. تبقى هنا مقصر. خدت اثنين؟ اه. تبقى هنا مقصر. تبقى هنا مقصر. أنا واحد. اثنين واحد. تبقى هنا مقصر. Tuba war am us. Tuba war am us. Tuba war am us. أنا اللي هبدأ. رودينا دلوقتي اللي هتبدأ معانا. يلا يا رودينا معاكي محاولتين. يا رب ما تجيب، يا رب ما تجيب، عايزة أكسب لوحدي. أول محاولة بره. وتاني محاولة بره. أنا أكيد أنا خسرانة. يا رب مصطفى ما يجيبها عشان خاطر يا رب مصطفى ما يجيبها. يلا يا مصطفى. مصطفى كده هو اللي فاز يا جماعة. ودي دلوقتي يا طيب. انت خسرتي. انت كسبت. ودي دلوقتي يا طيب. مازن كسب. زي ما احنا شايفين مازن هو اللي طلع الأول وكسب معانا ال 200 جنيه. واللي هيتعاقب معانا ابلة رودينا. لا هي اللي خسرت. وعقابنا النهارده هتطلع لحد الدور ال 11 وتنزل ثلاث مرات على رجليها بدون استخدام الاسانسير. لازم نقطع نفس في النهارده يا ابلة رودينا. ودلوقتي يا قطايط نقدر نقول لكم لو عجبكم الفيديو دوت ما تنسوش بقى الاشتراك عشان ما تزعلونيش من نقطة. اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد من عائلة عم عتعود العتود. وما تنساش بقى تكتب لنا تعليقات ولايكات كتير قوي. ماشي. ودلوقتي نقدر نقول لكم باي باي يا طريق.